السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح ناخذ اليوم درس جديد وهو كتابة المعادلات بصيغة الميل والمقطع في 3 نقاط. النقطة الأولى هي كتابة معادلة المستقيم إذا علم ميله ونقطة فيه. راح ناخذ فقط للتذكير صيغة معادلة المستقيم وهي كالتالي: صاد يساوي ميم سين زائد باء. هذه هي الصيغة. الآن راح نتكلم عن هذه الصيغة من خلال الأمثلة التالية. المثال الأول لهذه النقطة الأولى: أوجد معادلة المستقيم فيما يلي: 1 إذا كان الميل يساوي 3 والنقطة سالب 2 و5 بهذا الشكل. الآن راح نوجد معادلة المستقيم بمعلومية الميل والنقطة. نبدأ الحل الآن. الطريقة راح ناخذ نفس هذه المعادلة، راح نبدأ الحل بنفس هذه المعادلة. نقول له صاد يساوي ميم سين زائد باء. أولا لابد أن نوجد المقطع الصادي، وهو وين؟ هذا هو المقطع الصادي. ثم بعد ذلك نكتب له معادلة المستقيم بوجود الصاد والسين ومعلومية الميل والمقطع وين؟ الصادي. المقطع الصادي غير موجود، هذا هو الباء غير موجود. فاحنا اول شيء راح نعوض بالنقطة اللي اعطاني اياها، هذه عبارة عن سين وهذا عبارة عن وين؟ صاد. فراح اقول له قيمة الصاد في النقطة 5 يساوي قيمة الميل، الميل اعطاني اياها كم؟ 3. فنحط الان بين قوسين لانه راح يكون مضروب في السين. قيمة السين سالب 2 زائد باء. ثم الآن نضرب اللي هو 3 في سالب 2 على أساس اللي هو نبسط هذه المعادلة. فنقول له 5 يساوي 3 ضرب سالب 2 موجب في سالب، راح يعطيني سالب 6 زائد باء. معادلات الجمع والطرح راح أضيف إلى الطرفين موجب 6 موجب 6، نجمع الآن راح يكون عندي هنا 11 سالب 6 مع موجب 6 يروح يساوي كم؟ باء. إذن قيمة المقطع الصادي يساوي باء يساوي 11. فالآن راح نقول له المعادلة، نقول له معادلة المستقيم هي طبعا بصيغة الميل والمقطع. نقول له صاد، نكتبها أولا كاملة على أساس تكون واضحة، زائد باء. احنا راح فقط ما راح نعوض في الصاد ولا في السين، نعوض مكان الميم والباء فقط. فراح تكون عندي المعادلة بهذا الشكل، راح يكون صاد يساوي الميم طبعا موجودة عندي في السؤال أساسا هي كم؟ 3، ونكتب السين مثل ما هو. الآن الباء اللي طلعناها كم تساوي؟ زائد 11. هذه هي معادلة المستقيم الذي علم ميله ونقطة فيه بصيغة طبعا بهذه الصيغة بصيغة الميل والمقطع. ناخذ مثال 2.
مثال اثنين، أوجد معادلة المستقيم الذي ميله يساوي نصف والنقطة اثنين سالب ثلاثة. راح نوجد معادلة المستقيم بمعلومية الميل والنقطة. طيب راح نبدأ حل هذه المسألة بكتابة صيغة معادلة المستقيم صاد يساوي ميم سين زائد باء، ثم نقوم بالخطوة الأولى وهي تعويض هذه النقطة سين وصاد في هذه المعادلة، فراح يكون عندي سالب ثلاثة يساوي قيمة الميل يساوي نصف مضروبة في السين، السين قيمتها اثنين زائد باء، فبيكون عندي سالب ثلاثة يساوي نصف الاثنين واحد زائد باء، بإضافة سالب واحد للطرفين، سالب واحد سالب واحد، نجمع الآن يكون عندي سالب أربعة، الموجب واحد مع سالب واحد يروح يبقى عندي الباء، إذن قيمة الباء تساوي سالب أربعة، فنكتب لها الآن المعادلة كالتالي: صاد يساوي ميم سين زائد باء. نعوضها الآن، فراح يكون عندي المعادلة بالشكل التالي: الميم راح يكون نصف سين ناقص أربعة، الباء ناقص أربعة ناقص أربعة. هذه هي معادلة المستقيم على صيغة الميل والمقطع الصادي. ننتقل للخطوة الثانية. النقطة الثانية هي كتابة معادلة مستقيم علمت نقطتان يمر بهما. نأخذ المثال الثاني، اكتب معادلة المستقيم المار بكل نقطتين فيما يلي: واحد، إذا كان لدينا النقطة سالب ثلاثة وسالب أربعة والنقطة سالب اثنين سالب ثمانية. الآن عندي في المثال الأول كان عندي الميل ونقطة واحدة، وكنا نوجد المقطع الصادي مباشرة ونكتب معادلة المستقيم بصيغة الميل والمقطع. الآن عندي نقطتين ولا يوجد عندي الميل، فكيف أنا أوجد الميل؟ الميل طبعا نوجده بفرق الصادات على فرق السينات، صاد اثنين ناقص صاد واحد على سين اثنين ناقص سين واحد، فنقول له هذا هو سين واحد صاد واحد سين اثنين صاد اثنين، دائما هذا هو الترتيب اللي نعتمد عليه، وحتى لو عكسناهم خلينا له النقطة الأولى الثانية والثانية الأولى ما في أي مشكلة، راح يكون نفس الناتج. فبيكون عندي صاد اثنين سالب ثمانية، وعندي ناقص، هذا الناقص إلى القانون اللي كتبناه، وهنا عندي أيضا سالب، فتتحول إلى وين؟ إلى موجب. سين اثنين سالب اثنين، ثم نوضع سالب القانون، وفي عندي أيضا سالب إلى الثلاثة سين واحد، فيصير موجب بهذا الشكل يساوي، فبيكون عندي سالب أربعة زائد موجب أربعة سالب كم؟ أربعة على موجب واحد، فبيكون الميل يساوي سالب أربعة، هذا هو قيمة الميل. طيب ننتقل الآن إلى وين؟ إلى الخطوة اللي استخدمناها في كتابة معادلة المستقيم الذي علم ميله ونقطة فيه، يعني لابد أن نوجد الآن المقطع الصادي،
فالخطوة الأولى أوجدنا الميل. الخطوة الثانية راح نوجد المقطع الصادي. كيف نوجد المقطع الصادي؟ نكتب اللي هو المعادلة اللي كنا كتبناها بمعلومية الميل، والمقطع الصادي صاد تساوي ميم سين زائد باء بهذا الشكل. فراح يكون أعوض بأي نقطة من النقاط الموجودة عندي في الأعلى، أي نقطة فيهم سواء الأولى أو الثانية، نفس الشيء راح يعطيني نفس الجواب. فبيكون عندي ناخذ النقطة الأولى مثلا، فنعوض مكان الصاد بسالب 4 يساوي، فاحنا اخترنا هذه النقطة. الميل كم طلعنا؟ سالب 4، وراح ناخذ السين سالب ثلاثة زائد الباء. فنقول له سالب 4 يساوي، نضرب سالب في سالب، 3 في 4 12، بيكون سالب في سالب موجب 12 زائد باء. فنضيف سالب 12 للطرفين، سالب 12 للطرفين، ونجمع الآن سالب 4 مع سالب 12 راح يكون سالب 16. هذا راح يكون يروح مع هذا يساوي الباء. إذن قيمة المقطع الصادي يساوي سالب 14. فنكتب الآن معادلة المستقيم على هذه الصورة. نقول له صاد يساوي ميم سين زائد باء. الصاد تساوي الميل، كم قلنا طلعنا الميل؟ سالب 4 سين، وعندي الباء المقطع الصادي كم؟ سالب 16. هذه هي معادلة المستقيم بمعلومية الميل والمقطع الصادي. ناخذ مثال اثنين، مثال آخر بمعلومية نقطتين، وليكن هذا المثال الثاني. إذا كان لدينا النقطتين 6 وسالب 2، وعندي النقطة 3 و4 بهذا الشكل. أولا راح يكون عندي الحل على خطوتين، الخطوة الأولى هي إيجاد الميل، والخطوة الثانية إيجاد المقطع الصادي. فنقول للميل فرق الصادات، صاد 2 ناقص صاد 1، سين 2 ناقص سين 1. ونقدر طبعا نخلي هذه الأولى وهذه الثانية نفس الشيء، فنقول له هذه سين 1 صاد 1، سين 2 صاد 2. فبيكون عندي الحل كالتالي: صاد 2 4 ناقص القانون، وهنا عندي أيضا سالب إلى الصاد تتحول إلى وين؟ إلى موجب. سين 2 بتكون 3 ناقص القانون ناقص كم؟ 6. يقول له يساوي 4 زائد 2 بيكون 6، 3 ناقص 6 سالب 3، نبسطها طبعا بتكون كم؟ سالب عفوا بيكون الجواب سالب 2. 6 على 3 سالب 2. هذا هو بالنسبة إلى الميل. النقطة الثانية إيجاد المقطع الصادي، هذه هي الأولى. الثانية المقطع الصادي راح نعوض في معادلة المستقيم: صاد يساوي ميم سين زائد باء. أي نقطة من النقاط، نأخذ النقطة إلا ما يكون فيها سالب، فنعوض عن الصاد بأربعة يساوي الميل طلعناه سالب 2، وراح ناخذ اللي هو السين 3 زائد الباء. راح يكون عندي 4 يساوي، نضرب سالب 2 في 3 سالب 6 زائد باء بإضافة موجب 6 للطرفين، فراح يكون عندي 10 يساوي سالب 6 مع موجب 6 يروح، يبقى عندي الباء. إذن المقطع الصادي يساوي
باء يساوي 10. فراح تكون عندي المعادلة كالتالي. إذا نقول معادلة المستقيم صاد يساوي ميم سين زائد باء كالتالي، صاد يساوي الميل سالب 2 سين، راح يكون عندي زائد كم؟ 10. هذه هي معادلة المستقيم. ننتقل الآن إلى النقطة الثالثة من الدرس، وهي استعمال صيغة الميل والمقطع للتنبؤ. راح ناخذ مثال مباشرة، أكتب معادلة يمكن استعمالها للتنبؤ بعدد الرحلات إذا استمرت الزيادة بالمعدل نفسه. أنا راح أكون أصنف اللي هو السنوات إلى سين وصاد. طبعا هنا سين نفترض أن هذه الشركة بدأت من 2000، طبعا على أساس أنه يكون عندي قيم السين هي بيكون هذا 4 و5 و6 و7 سنوات بهذا الشكل، لأن بيكون هذا الأعداد كبيرة جدا. فنفترض أن هذه الشركة بدأت من عام 2000، فبيكون عندي السين هو 4 و5 و6 و7 بهذا الشكل. فنبدأ الآن بإيجاد نقطتين مهمتين لإيجاد المعادلة، وهي معادلة المستقيم للتنبؤ بعدد الرحلات إذا استمرت بالمعدل نفسه. طبعا التنبؤ بيكون في نوعين، قد يكون تنبؤ خطي وتنبؤ غير خطي. التنبؤ الخطي اللي يكون يعطيني بالمعدل وين نفسه، وهذا التنبؤ عادة يكون قريب وصحيح بنسبة كبيرة جدا. أما اللي يكون التنبؤ الغير خطي، يعني مثلا عندي أنا شركة قد يكون فيها سنة ربح وسنة خسارة، سنتين ربح والسنة الجاية ما أدري وش تكون، فهنا يكون التنبؤ صعب وغير دقيق، بيكون يعني قريب للعشوائية. لكن إذا كان للمعدل نفسه، التنبؤ عادة يكون قريب إلى التوقع اللي نتوقعه، لأنه بيكون مدروس. طيب راح نبدأ الآن بإيجاد نقطتين. النقطة الأولى راح نوجد الميل كما في الأمثلة السابقة. فرق الصادات، صاد 2 ناقص صاد 1، سين 2 ناقص نقول له سين 1 يساوي. ناخذ طبعا أي نقطة، مثلا النقطة ناخذ مثلا النقطة الثانية والثالثة، مثلا بهذا الشكل هذه النقطتين. فأقول له 3 صاد 2، هذه نخليها صاد 2، وهذه بتكون صاد 1، وهنا بتكون سين 1 سين 2 بهذا الشكل. فراح أقول له 378 ناقص 366 على 6 ناقص 5 بهذا الشكل. أو نقدر نستخدم طبعا هذول في الميل، نقدر نستخدم 2006 ناقص 2005 نقدر نستخدمهم. فبيكون عندي 378 ناقص 366 12 على 1 يساوي 12. إذا الميل يساوي 12. باقي عندي إيجاد المقطع الصادي. إيجاد المقطع الصادي 2، المقطع الصادي لابد من التعويض في معادلة المستقيم بدلالة الميل والمقطع الصادي زائد الباء بهذا الشكل. راح أخذ إحدى النقاط اللي اخترناها، إما هذه النقطة أو هذه النقطة، فناخذ النقطة اللي فيها 2006 وناخذ الصاد قيمتها 378 يساوي الميل. طبعا احنا قلنا ان الميل يساوي 12
قيمة السين قيمتها هذا اللي حددناها بعد عام 2000، فبتكون كم؟ 6، يعني سنة سادسة لهذه الشركة، زائد الباء. فراح نضرب الآن 12 ضرب 6، راح يكون 72، وهنا عندي 378 زائد الباء بإضافة سالب 72 للطرفين، راح يكون عندي 378 ناقص 72 بيكون 306. 306 يساوي، هذا طبعا راح يروح مع هذا، إذا المقطع الصادي يساوي 306. إذا بيكون عندي الميل يساوي 12 والمقطع الصادي يساوي 306. نبدأ الآن بكتابة هذه المعادلة. المعادلة راح تكون على الصورة التالية، راح نقول له صاد يساوي ميم سين زائد باء، فراح يكون عندي صاد يساوي الميم هي 12 سين زائد 306. أنا عندي اللي هو نقاط، أنا أخذت إحدى النقاط فلازم أعوض في النقطة الثانية علشان أتأكد من صحة الحل، فكان عندي أنا النقطة الأولى اللي هي بتكون الثانية 5 و366، إحنا اللي أخذناها النقطة 6 و378، احنا عوضنا بهذه النقطة لإيجاد المقطع الصادي 300، فراح نعوض الآن بهذه النقطة. إذا طلع اللي هو الطرفين متساويان فحلنا بيكون صحيح فقط للتأكد، فراح الآن نتأكد نعوض عن الصاد ب 366، وراح يكون مكان 12 هذا هو السين 5 زائد الباء طبعا كم تساوي 306، طلعناه فبيكون عندي هذا الطرف 366 يساوي 12 ضرب 5 يساوي كم؟ 60 زائد 306، فبيكون عندي في الطرف الأيمن 366، نجمع 60 زائد 306 366، إذن حلنا صحيح 100%. عندي الآن سؤال للتنبؤ. الآن لو قال لي تنبأ بعدد الرحلات، خلنا ناخذ له سؤال تنبأ بعدد الرحلات، تنبأ بعدد الرحلات عام 2000 مثلا 12. كيف نتنبأ بعدد الرحلات في عام 2012؟ راح أخذ المعادلة اللي حصلنا عليها، هذه المعادلة، وراح نعوض فيها، نقول له صاد يساوي 12 سين زائد 306. راح نعوض طبعا، احنا بيكون عندي هذا بيكون عندي 12، انا طبعا راح اخذ الرقم كم 12 وعوضه مكان السين، فراح نشوف الان وش راح يطلع عندي. فنقول له صاد، طبعا هنا صاد تمثل عدد الرحلات، فلازم نجيب قيمة الصاد. اذا كان في سنة 2012 راح نقول له يساوي عندي الميل هو 12 والسنة هي 12 زائد 306، راح أقول له 12 ضرب 12 144 زائد 306. 306 بيكون
ستة مع 144 150 و300 بيكون الجواب 450. نقول له طبعا تقريبا وهكذا. طبعا لو تنبأ لي في 2016 2017 2020 فقط نعوض مكان السين بمثلا 2020، نعوض مكان السين بكم؟ ب20. 2014 نعوض مكان السين 14 وهكذا، ونحصل على التنبؤ بعدد الرحلات في هذا العام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.